وإلى الصدارة وإلى المركز الأول. وهنا على المقدمة الأولى سراب الخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يتقدم على المركز الأول والصدارة، بينما في ثاني المراكز وهنا الشاهينية سالم بن عبد الله وجميلة، هذه جميلة تتقدم لسعيد بن سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما في ثالث المراكز في هذه اللحظات أرى الغدوم من قبل الشاهينية أحمد بن علي بن محمد النعيمي، بينما في المركز الرابع وتابع هنا الشاهينية مسلم بن سالم بن ناصر بالمر العامري، بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس أرى الغادمة في هذه اللحظات والمندفعة اللي هي جميلة لسعيد بن سالم بن سعيد، بينما في المركز السادس وفي المركز السادس في المركز السادس في هذه اللحظات وتابع اللي هي الشاهينية سالم بن عبد الله بالطير، بينما في المركز السابع وفي المركز السابع أرى الغادمة في هذه اللحظات الشاهينية علي بن محمد بن سالم المدهوشي يتقدم اللقلق وشعاره على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز وتابع هنا الشاهينية سالم بن عبد الله ولا هذه مشاهدين الأعزاء بالطير يتقدم، وهناك من الجانب الآخر حشرنا رقم ستة، كم ستة في الشوط هذا، بينما ناخذ الغدوم في هذه اللحظات من الشاهينية الشاهينية ولا الشاهينية، نعم يميل بن عبيد ذهيبي يتقدم، هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، عودة إلى المركز الأول والصدارة، عودة إلى التحدي والمنافسة في مقدمة الشوط. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهنا على المقدمة في هذه اللحظات الشاهينية سالم بن عبد الله بالطير العامري من اندفعت إلى المقدمة وإلى المركز الأول، بينما في ثاني المراكز هذه الشاهينية عامر بن عبد الله بن محروم المحرمية تقدم على المركز الثاني، بينما ناخذ الوصول على المركز الثالث وهذه الشاهينية يميل لبن عبيد الوهيبي يتقدم المركز الثالث، بينما في رابع التحديات تتابع اللي قادمة هذه سراب خليفة بن سالم سعيد بن حلوك على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز وصلت الشاهينية عبد الله بن حمد بن وقاش العامري، هذه هي المراكز الأولى والتحدي والإثارة التي يدور في اندفاعة هذا الشوط، عودة إلى المقدمة
عودة إلى الصدارة، إلى التحدي وإلى الإثارة والتنافس الذي يدور نحو مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول. هذه الشاهينية عامر بن عبد الله بن حيروم المحرمي على المقدمة والصدارة الأولى، بينما في ثاني المراكز الشاهينية سالم بن عبد الله بطير العامري، بينما في المركز الثالث هذه الآن الشاهينية عبد الله بن حمد بن وقاش العامري. سلام لبن حيروم للمرة الثانية، للمرة الثانية عامر بن عبد الله بن حيروم المحرمي مع الشاهينية. سلام إلى المسعودي، سلام، يستاهلون هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت اللي هي الشاهينية سالم بن عبد الله بطير، المركز الثالث كان الوصول من الشاهينية لعبد الله بن حمد بن وقاش العامري. التوقيت الزمني عطنا 6 دقائق 29 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.